السلام عليكم. بنبتدي نراجع مع بعض اخر وحده عندنا في المنهج الصف السادس الابتدائي، وهي الوحده الرابعه اللي اتكلمنا فيها عن جهازين، الجهاز العصبي والجهاز الحركي. هنراجع بشكل سريع كده عن الجهاز العصبي، وهنعرف مع بعض من خلال الاسئله اللي موجوده عندنا في الكتاب المدرسي. اول سؤال عندنا هو اختر الاجابه الصحيحه. شوف مع بعض كده الاسئله اللي شامله عندنا الدرس كله. يبلغ عدد الاعصاب المخيه كام زوج من الاعصاب؟ انا قلت ان انا عندي في اعصاب بتخرج من المخ وفي اعصاب بتخرج من الرحم الشوكي. الاعصاب المخيه يعني معنى كده افهم انها طالعه من المخ. ها، يبلغ عدد الاعصاب المخيه كام زوج من الاعصاب؟ 31 ولا 21 ولا 12 زوج من الاعصاب؟ قال لك الاجابه الصحيحه 12 زوج من الاعصاب. ها، الماده الرماديه بالحبل الشوكي على شكل حرف ايه؟ الماده اللي كانت موجوده بالحبل الشوكي من الداخل كانت على شكل حرف اتش، على شكل حرف اتش. المخيه كنا بنقول ان هو موجود اسفل من صفار القرويان ومسؤول عن عمليات التفكير ولا توازن الجسم ولا الافعال المنعكسه؟ قال لك لا، المخ مسؤول عن توازن الجسم اثناء تاديه الحركه. من مكونات جسم الخليه العصبيه، الخليه العصبيه اللي كانت على شكل شجره، ما كنا بنقول ان احنا عندنا جسم الخليه ومحور الخليه. من مكونات جسم الخليه العصبيه يا ترى اوعيه دمويه ولا غلاف دهني ولا تفرعات شجيريه؟ انا كنت بقول ان جسم الخليه في نواه وسيتوبلازم وغشاء بلازمي، وبتنتهي جسم الخليه بتفرعات شجيريه علشان تعمل اتصال مع خليه عصبيه مجاوره اخرى وتكون تشابه عصبي. نيجي نشوف السؤال اللي بعده. يتحكم نقط في الافعال المنعكسه لما اجي امسك كوبايه شاي سخنه واقوم بعد ايدي بسرعه، اللي بيصدر رد الفعل المنعكس ده هو الحبل الشوكي. نيجي نشوف السؤال الثاني، وهو اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عباره مما يلي. التعريفات اللي كانت عندنا في الدرس بتاعنا بيقول اول حاجه مع بعض استجابه تلقائيه من الجسم نحو المؤثرات الخارجيه. اتعرضت لضوء زياده عن اللزوم، اتعرضت عندي ان انا لمست شوك او دخل مثلا او اقترب عندي جسم غريب من عينيا. الاستجابه التلقائيه دي بتبقى عباره عن ايه؟ قال لك بتبقى عباره عن رد الفعل المنعكس. جزء من الجهاز العصبي مسؤول عن الافعال المنعكسه هو الحبل الشوكي. لما كنت بقول ان الحبل الشوكي ده بينقل الرسائل العصبيه من احد مناطق الجسم الى المناطق الاخرى، وتاني وظيفه بيقوم بيها ان هو بينقل او بيقوم رد الفعل المنعكس. تالت حاجه عندنا وحده بناء الجهاز العصبي. الجهاز العصبي الوحده الاساسيه اللي بتبنيها هو الخليه العصبيه. عضو يصل المخ بالحبل الشوكي ومسؤول عن العمليات اللاجراديه. مين اللي كان بيوصل المخ بالحبل الشوكي وموجود عندنا اسفل المخيخ؟ هو النخاع المستطيل المسؤول عن العمليات اللاجراديه زي ضربات القلب والرئه. عضو يتكون من ماده رماديه داخليه على شكل حرف اتش. بمجرد ما اشوف ان في ماده رماديه من الداخل وفي عندي حرف اتش، الماده دي او الجزء دوت موجود عندي في الجهاز العصبي المركزي، وهو عباره عن الحبل الشوكي. هو اللي الماده بتاعته من الداخل لونها رمادي ومن الخارج محيط بها ماده لونها ابيض. تعالوا نكمل مع بعض كده ونشوف برضه باقي الاسئله على الجهاز العصبي. حدد موضع الاجزاء التاليه بجسم الانسان. انا عايز اعرف كل جزء من اللي احنا اخدناه في الجهاز العصبي مكانه فين في جسمي. اول حاجه بيقولها لي المخيخ موجود فين؟ قال لك المخيخ موجود عندك في الجهه الخلفيه من المخ اسفل المصفان القرويان. يبقى هو عايز فقط المكان، لا عايز الوظيفه ولا عايز اي حاجه ثانيه غير المكان. الحبل الشوكي كنت بقول ان العمود الفقري عندي بيمتد بداخله الحبل الشوكي عشان يحميه، يبقى الحبل الشوكي يمتد داخل العمود الفقري. المصفان القرويان ده اول جزء عندي من المخ، واخدين اكبر جزء من المخ في الجزء العلوي منه، يبقى المصفان القرويان موجودين في الجزء العلوي من الجمجمه. ها، النخاع المستطيل، النخاع المستطيل دوت هو احد اجزاء المخ. لما كنت بقول ان المخ بيتكون من نصفان قرويان ومن نخاع مستطيل ومن مخيخ، النخاع المستطيل موجود عندي اسفل المخيخ، يبقى النخاع المستطيل موجود اسفل المخيخ. نشوف مع بعض. ماذا يحدث عند الافراط في الجلوس امام الكمبيوتر؟ لو فضلت ماسكه او قاعده قصاد الكمبيوتر بشكل كبير ده